صاعدة تسير إجراءات التهيئة للتصويت على موازنة العام الحالي بعد إعطاء اللجنة المالية النيابية الحرية الكاملة لإجراء التعديلات المناسبة في تناغم واضح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يخص التعاطي مع هذا الملف. التعديلات كلما كانت في طاولة الحوار والاتفاق لضغط النفقات والوصول إلى نقاط تقارب مشتركة، أعتقد أنه تسهل في عملية إقرارها في الأسبوع القادم. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة المالية النيابية تجاوزت سعر صرف الدولار كونها ليست من صلاحياتها، فضلا عن المضي بالتصويت على مشروع الموازنة الأسبوع المقبل بعد توافق الحكومة والبرلمان على الكثير من البنود والسعي في حسم الخلاف المالي والنفطي مع حكومة الإقليم. توافقات مكوكية بين طرفي السلطة التنفيذية والتشريعية وكذا اللجنة البرلمانية التي ذهبت حتى مع رئاسة الوزراء للوصول إلى عملية التعديلات، والأمر نفسه انعكس بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للوصول إلى تفاهمات نهائية، ولا سيما في عقدة حل موضوعة موازنة إقليم كردستان. اليوم لا يوجد تأخير فيما يخص توافقات باقي التحالفات السياسية ما عدا بعض النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل. بين الحكومة والبرلمان الموازنة قيد التمرير بعد مخاض خفض العجز وزيادة الإيراد بجلسات ماراثونية للجنة المالية النيابية وضعت فيها اليد على مكامن القوة والضعف بينما هو تشغيلي واستثماري في أبواب الصرف. من بغداد سجى جاسم، العراقية الإخبارية.